من يومين اتكلمنا عن فقدان يوتيوبر مغربي اسمه آدم يوسف ملقب بنيو بطوطة، بيعمل محتوى عن السفر والمغامرات والرحلات. نيو بطوطة كان انقطع الاتصال معه في 23 مايو وقت ما كان في فيتنام، وقيل على لسان رفيقه أنه كان يبغى يروح لمنطقة المثلث الذهبي اللي بتنشط فيها عصابات الإتجار بالبشر والمخدرات، واللي فيها عشرات الشباب المغاربة المختطفين على يد عصابات بتخطفهم وبتطلب فلوس. احنا كنا استضفنا والد آدم في 4 يونيو يعني من يومين، وقال انه وصلوا تسجيل صوتي من ابنه بس مو من رقمه، والتسجيل كان بيقول فيه آدم انه هو بخير وطلع من منطقة الخطر وانه هو وصل لمنطقة المثلث الذهبي بس ما قدر يدخل. وأمس طلع صديق آدم وقال في الفيديو أنه وصلوا تسجيل صوتي كمان من آدم وطمنوا أنه في مكان آمن، وهذا نفس صديقه اللي كان طلع قبل وقال أنه آدم يبغى يروح على منطقة المثلث الذهبي علشان يعمل محتوى لقناته عن هذه العصابات وعن المكان. ما سفتي مساج في واتساب قال لي يا سافر أطلقوني، مش واتساب ديالو، مش واتساب واحد آخر، نمرة واحد آخر ما عمريش شتها، ما عارفش شتو التليفون ما عارفش نديرو ليه. المهم كيف كيهضر معايا الدراري، سكو الدري شوي مأثر، فهمتي كيقول لي كنقول لي عاود ليا، كيقول لي غتعلم من بعد، عاود ليا كنتلاقى ونقول لك شنو بعد، دونك غدا غنحاول نتلاقى انا وياه في شي مدينة، زعما عرفت شناهي، باش نحاول نفهم شنو وقع وداك الشيء. المهم دابا رأيي يعني المهم هو أن الدري تطلق، مبقاش يعني صافي مبقاش منطقة الخطر، خرج من المثلث الذهبي. وحقيقة قصة نيو بطوطة يعني التكهنات حولها ما اتحصرت فيما إذا كان مثلا اختفى أو وقع في يد العصابات بس، فكمان كان في ناس تكهنوا وقالوا أنه يمكن يكون عامل كل هذه القصة عشان الترند والشهرة، خصوصا بعد ضجة المخطوفين هناك. وفي الساعات الماضية ومن خلال بحثنا للوصول للحقيقة في هذه القصة قدرنا نوصل لرقم آدم وتواصلنا معه وطمننا أنه بخير، لكن ما يقدر يطلع صوت صورة الآن، واكتفى بأنه يطمننا عليه بالرسالة الصوتية اللي حتسمعوها، وبالمرة كمان رد على الاتهامات له بفبركة الموضوع علشان الترند. أنا في مدينة جد آمنة، ولكن مني أنا من بعد ما خرجت من منطقة تاع المثلث الذهبي إلى أختي كتشاهدي القناة ديالي، أنا سبق لي درت منطقة كشمير الهندية في وقت الحرب، وسبق لي سافرت بالدراجة الهوائية في الفيتنام من وسط الغابات ووسط حيوانات مفترسة لمدة 17 يوم. أما على قبل الترند، أول حاجة يعني إلا جيتي تشوفي الفيديوهات اللي كيكونوا أكثر مشاهدة عندي في القناة، أنا نقدر نحقق الترند بطريقة أخرى، باغ إكزومبل الفيديوهات مع الفتيات كيجلبوا مشاهدات أكثر، زائد أنت تعرفي اليوتيوب العربي ما يخلص مليح، يعني أنا كان عندي مشروعين في المغرب، كان عندي محل صنع بيتزا وتاكوس، وكانت عندي شركة تاع التكستيل، شركة يعني صنع ملابس، وهذا الشيء باش نغطي السفريات ديالي. أما اليوتيوب نقدر نقول لك اللي دخلت من اليوتيوب من نهار بديت على اليوتيوب ما يغطيش لي حتى شهر واحد ديال السفر. طيب مثل ما سمعتوا اليوتيوبر نيو بطوطة نفى أنه الموضوع يكون للترند، وأكد أنه هو دائماً بيسافر أماكن خطرة، وقال أنه مو بحاجة للترند أصلاً، وأنه اللي بيدور على ترند من يوتيوب يعني يبغى منه فلوس، وهو أصلاً يوتيوب ما بيصرف على سفراته لأنه عنده أشغال أخرى. ووعدنا أول ما تخلص رحلته يكون له مقابلة معانا، وإحنا من عندنا طبعاً بنتمنى له السلامة.